على معلش. سيرة فضل شاكر، لو دلوقتي فضل شاكر قرر يرجع تاني، هو اوريدي بيغني وموجود، طبعا هتلحنه؟ طبعا تعمل له ألحان؟ ليه في ناس مثلا رافضة رجوعه أصلا، إن هو يشوفوه واقف على مسرح بيغني، إن هو يعمل حفلات، إن هو يكون موجود، ليه؟ معرفش، جايز هو عنده مشاكل شخصية معينة، لكن عشان التطرف اللي كان عامله ولا؟ أكيد، لكن أنا بتعامل مع فنان، أنا بحب الفنان وما طب وحتى ما وجهة نظره؟ دخلتش جوه تاريخه ولا وجهة وجهة نظره نظره الفنية، أنا ملزم بيها، مش الفنية بتاعته، الإنسانية بتاعته لا تعنيني في شيء. حتى لو كانت إيده فيها دم ناس؟ دم ناس دي مش مقدرش انا اقول كده واحكم فيها، دي بتاعت ناس تاني. نفترض لا افترضنا بتاعته برضو، انا خلاص تتعامل معاه عادي؟ ساعتها لا، دم ناس لا، لكن انا بتعامل معاه على انه هو فنان.